انت جميلة يا حبيبتي. شكرا يا امنية. امنية. نعم يا ماما. تعالي حبيبتي. بصي كوكي والنبي انا محتاجة حاجات من السوبر ماركت. ماشي يا ماما. ماشي. بصي انا عايزة كيلو رز وكيس سكر وعلبة تونة. ماشي. وتمن تركي. ماشي. ماشي يا امنية. ماشي يا ماما. بس بقى طالبة منك طلب بتاع كل مرة. ما تروحيش شارع 9 عشان شارع 9 ما فيهوش ناس. حاضر. تمام يا ستي وانا خايفة عليكي والله. فروحي اللي في شارع 12 اللي هو سوبر ماركت بتاع الحسن والحسين. ماشي ما هروح والله. ما تخافيش يا ماما انت كنتي بتقولي كده. ما انا خايفه عليكي وخايفه تروحي بتاع شارع 9 يا كوكي. انا عارفه يا ماما. لا ما تخافيش. ماشي يا حبيبتي. بصي بس ماما ينفع لو عجبتني حاجه من حاجه احلى اجيبها؟ اه طبعا هاتي كل اللي انت نفسك فيه. شكرا يا ماما. ماشي يا حبيبتي. بصي بقى امسكي الفلوس كده جامد في ايدك قوي. ماشي. هيجي تسيبي الفلوس. ماشي. والورقه اهي. جامد 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 سكين كويس جامد. ولما الراجل يديكي بقى الفلوس دي تحطيها جوه الورقه وتحطيها في كيسه يا اما تمسكيها يعني جامد. ايوه تحطيها كده وتلفيها كانها ورقه. امسكيها جامد دي تحطيها جوه كيسه يا تمسكيها في ايدك جامد. ماشي هعمل كده. امنيه اللي في شارع 12 يا امنيه. حاضر. يلا حاضر. خدي بالك من نفسك وما تكلميش حد في الشارع. حاضر. يلا يا سلام. انا مش عاوزه الصراحه اروح شارع 12 عشان شارع 12 ده بعيد قوي. انا اروح شارع 9 واقول لماما انا رحت شارع 12 وخلاص. الصراحه عشان بعيد قوي. ماشي. اه في بيت لابسه اصفر داخله عليكي. اه سلسله حلوه في رقبتها. يلا جهزي نفسك بسرعه. يلا هنقف بعيد اهو بيقرب لك الجو. سلام. يا حبيبتي. نعم يا طنط. ممكن تسنديني توقفينا عشان اتخبطت في رجلي مش قادره اقوم. تعالى يا طنط. حاضر. معلش هتعبك معايا يا حبيبتي. عادي يا طنط. اتفضلي. معلش مش قادره اقوم. لا عادي مفيش اي حاجه. رجلي. ما رجلي يا طنط. معلش اتخبطت فيها يا حبيبتي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي امنية. امنية؟ اه. في سنة كام يا امنية؟ انا سنة رابعة. في سنة رابعة. دخلت سنة خمسة. انت شبه بنتي يا امنية. بجد؟ اه شبه بنتي بالظبط. هي بنتك دخلت سنة خمسة؟ اه واسمها مكة. اسمها كاكا؟ اه. تعالي بس كده شوية. تعالي كده. ليه يا طنط؟ تعالي كده بس. ايه ده يا طنط تعالي ايه يا طنط؟ البت السوسة دي امها موعياها شكلها. العملية راحت مننا. ايه كله تمام؟ لا لا ليه بس؟ البنت خدت بالها وطلعت تجري. انت غبية يا شيخ. انا عملت ايه بس قوليلي؟ انا بفك السلسلة بالراحة. البنت خدت بالها وطلعت تجري بالراحة. مش قلتلك انت شيها مرة واحدة؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ مستخسرة اقطعها بصراحة. مستخسرة دي انت غبية. هروح اشوف الدنيا فيها ايه واكلمك في التليفون يا غبية. ماشي. ركزي بقى. في ايه؟ وفين حاجة السوبر ماركت؟ مالك؟ انا ما جبتش حاجة يا ماما. انا بصراحة يا ماما ما سمعتش كلامك ورحت يا ماما شارع 9 يا ماما. بس طيب مالك خايفة كده ليه؟ طيب اهدي. في ايه؟ ليه هجيبلك الحاجات؟ في ستة كده لابسة النقاب قعدت تاخد مني السلسلة. قالتلي انت اسمك ايه ومش اسمك ايه؟ وماما كانت تاخد مني السلسلة فقلت راحت تجري. كنت وانا بجري يا ماما بصي اتعورت يا ماما. يا نهار ابيض يا امنية. يا امنية طب انا مش قلت لك اسمعي كلامي يا امنية ينفع كده يعني؟ انا معرفش يا ماما. افرضي لا قدر الله كانت اخدتك ولا عملت فيكي حاجة. كويس الحمد لله ان انت بخير. الحمد لله ان انت بخير. يا احمد يا احمد يا احمد. ايه يا حبيبتي؟ الحقني والنبي يا احمد. امنية كانت هتتخطف مني. ايه يا امنية ايه اللي حصل؟ يا ماما بصراحة يا ماما ما سمعتش كلام ماما. رحت شارع 9 يا ماما. في واحدة كده يا ماما كانت هتخطف مني دي فانا جريت بسرعة وانا كنت انا بجري اتعورت يا بابا. يا حبيبي ما سمعتي كلامي قلت لها روحي اللي في شارع 12. روحي في شارع 9. ايه كنت تروحي انت يا ندى؟ انا غلطانة. تعالي يا امنية لسه قاعدين هناك. تعالي. أيوة تعالي نروح نبص عليهم. انا تعالي يا ندى. خلاص يا احمد اهم حاجة بتنا كويسة. ستي تعالي مفيش هزار يمكن ياخدوا حد تاني ما تعرفيش ايه اللي هيحصل. تعالي. تعالي يا امنية.
بنت صغيره بشعر لابسه ابيض داخله عليكي لابسه حاجه في ايديها. انتشي على طول. ها بطلي هبل، يلا بسرعه هظبط لك الجو كده. يلا سلام. ممكن تسنديني علشان انا اتخبطت في رجلي ومش قادره اقوم؟ ماشي. معلش يا حبيبتي. ماشي. رجلي. معلش يا حبيبتي. انت اسمك ايه؟ غزل. اسمك جميل يا غزل. شكرا. وفي سنه كام؟ سنه 2. داخله سنه 2. ماشي. انت شبه بنتي. شكرا. يا امنيه العبالنا هي يا امنيه. حمرا يا بابا. انت رجلك عامل ايه؟ طب دلوقتي يا حبيبتي احمد، هي دي العربيه؟ هي دي؟ ايوه يا ماما، هي دي العربيه يا ماما. عارفه انت المركبه ديت؟ ايوه يا بابا. تعالى نادى، تعالى نادى. انت جميله يا حبيبتي. شكرا. ايه العسل ده؟ ايه هي دي يا ماما؟ تعالي لي هنا، تعالي لي هنا. سيبي ايدي انت ماسكه لي ايدك. ايه كنت عايزه تاخدي السلسله بتاعت بنتي ليه؟ انا ما اعرفش بنتك، ما شفتهاش قبل كده. هي دي يا امنيه؟ ايوه هي دي يا ماما. انت رجلي وجعاها. البنت مش هتكذب عليا، واقفه بتثبتيها ليه وتاخدي منها السلسله؟ ما اعرفش حاجه عنها. انت حراميه صح؟ لا مش حراميه. بقول لك ايه، قولي كنت مثبتيها ليه ومين معاكي؟ سيبي هدومي كده بس. انت راجل ولا ولا دي بنتك دي بقى ان شاء الله ولا ايه؟ اه بنتي حبيبتي. تعالي هنا حبيبتي. بس كده تعالي يا حبيبتي. لا مامتك دي حبيبتي؟ لا انا ما اعرفهاش. طب واقفه معاها ليه يا حبيبتي؟ واقفه معاها ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت برسم كده حاجات، هي قالت لي تعالي ساعديني ركبتي وجعاني. دي بنتي، دي بنتي. انت كنت لابسه دهب يا حبيبتي ولا حاجه؟ اه. كنت لابسه ايه؟ غوشه؟ اه غوشه. ده وريلي، وريلي اللي سيبي ايدي دي. افتحي دي ايدك الثانيه. افتحي بقى ايدك كده. حضرتك لو ما فتحتيش ايدك. هي دي حبيبتي بتاعتك؟ دي حبيبتي. بس يا حبيبتي استني يا حبيبتي عشان اوصلك البيت. خليك هنا. والله العظيم ما هسيبك. والله ما هسيبك غير في الاسم. والله لا بهدلك. يا استاذ في ايه يا استاذ؟ ديت عماله تسرق الذهب، كانت تسرق السلسله من بنتي وسرقت الغوشه منها. انا الشهر اللي فات بنتي مسروق منها الخاتم. يبقى هي دي يا استاذ. لا صورها على طول. استنى صورها. لا ما تصورنيش يا باشا. لا تصورها. والله العظيم ما هسيبك غير في الاسم. لا يا جماعه، الست دي بتقف في شارع 9 راكبه عربيه حمراء وبتثبت العيال وبتاخد منهم ذهب. انا ما شفتهمش وما اعرفهمش. هم بيتبلوا عليا. ولابسه نقاب يا جماعه. والله كانت لابسه نقاب. هم بيتبلوا عليا. النقاب بتاعها اهو. السلام عليكم. في حاجه ولا ايه؟ يا استاذ بص، كانت بتسال البنت الصغيره لسه من نفس السلسله، وبنت انا كانت من نفس السلسله. خلي بالك والله لو بنتك بس. عربيه مين دي الاول؟ بتاعتها هي كانت قاعده فيها. بقى بذمتك واحده معاها عربيه تسرق يعني؟ يا استاذ البنت مش هتتبلى عليها. وانا لقيت في ايديها الانسيال. معرفهمش يا باشا. انا كنت من اللي حصل بس خبط تليفونك يا استاذ. انا ما كنتش قادره اقوم من العربيه، قلت لها تعالي سنديني بس، وهي بتسندني الانسيال واعمل ايديها كلها حاجه بتقولها. يعني بس كده لو سمحت. لو سمحت يا واقفه زي الفل. ثواني يا عم، سيبي ايديها لو سمحت. سيبي ايديها. والله انا جايه اكلم وديها الاسم. هوديها الاسم. خلاص يبقى تروح الاسم وشوف حراميه ولا لا. اتفضلي يا استاذ عربيه. لا 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 توديها الاسم. يا رب يا رب يا غزل يا غزل يا رب والنبي يا رب. اسمع مني خلاص المره دي، روح اركب عربيتك اتكل على الله. تبدا وتامن بالله، ما سايبها الا في الاسم وفي الحجز. كمان حقك والله ما تسيبش حق بنتك يا عم. دي خوفت بنتك جدع في ايه؟ انا بقول لك دخلت عليها ماسكه انسيال البنت في ايديها. ماشي انا عندي شغل معلش وهسيبك واتاخر. ما تسيبنيش يا حيوان. ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ جوزك وعامل ده صايع على كده. ده بس ايه اللي بتعملوه ده؟ بتعمله كده ليه؟ هو اللي بيخليني اسرق، وهو اللي بيبهدلني عشان اسرق، وانا مش عاوز اسرق بس هو اللي بيخليني اسرق. ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ مفيش ضرب. طب ايه ده؟ كل حاجه. ايه الحكاية؟ الظروف وحشة معانا معلش. انت ظروف؟ معاك عربية؟ استنى صور ظروف وحشة. ايه ده بس؟ انا اسف والله. شوفوا جامد. حرام عليك يا عم، حرام عليك. احكيها لنا كل حاجة. والله الظروف وحشة معايا. ظروف وحشة يا جماعة. عربية. عربية. معلش معلش انا اسف يا باشا. يا جماعة الناس بتبقى شقيانة يا جماعة عشان تجيب لعيالها كل اللي نفسهم فيه، ويجي ناس زي دي في لحظة يقلبوهم وياخدوا الدهب بتاعهم ويخوفوا العيال كمان. انا لسه وبيخلي برضه تسرق. ربك ما سابك الا خلاص. ابوس ايدك يا باشا، ايدك يا باشا. اخر مره والله. يلا ما تعملش كده تاني. خلاص تعالى معايا. يلا من العربيه وسوق بيهم. يلا تعالى عيال، تعالى عيال. ما تعملش كده تاني. تركب العربيه. ركبهم. تعالى بعربيتهم. يلا يلا اركب واحده كده. يلا يا رب
يا رب يا غزل يا غزل يا رب والنبي يا رب يا غزل. السلام عليكم غزل. غزل حبيبتي الحمد لله لقيتك يا غزل. بابا بقاله ساعتين بيدور عليها قلب عليها الدنيا. بص حضرتك بصراحه هو كان في عصابه كانت تخطف السلاسل والحاجات دي. ايوه وبنتنا الحمد لله كبيره فايه لحقناها الحمد لله. لا هي كويسه كنا راكبين عربيه حمراء واحده منقبه ايه دخلنا عليها لقيتناها موقفينها يعني موقفاها من جوه بتقول انها بنتها ومقلعاها الانسيال واخده الانسيال في ايديها. الحمد لله حبيبتي. احنا رحنا عملنا محضر لغزل. أيوة. ومحضر لامنيه. أيوة. ودوت رقم المحضر وهم هناك مستنيين ان باباها يجي يمضي على المحضر وغزل تبقى معاه كمان. حاضر حاضر. بس لو سمحت احنا بنتنا كبيره هي اكبر من غزل وكانت هتتسرق الدهب بتاعها ويا علم كان ممكن لا قدر الله تتخطف ولا لا. ايوه فعشان خاطر ربنا ما تنزلوش بنت صغيره زي كده لوحديها. ماشي يا حبيبتي حاضر. بلاش الدهب بالله عليك. لو انتوا نازلين معاها لا بتخرج ولا ما بتعرفش نزلتها يا حبيبي. حاضر حاضر معلش. وخلي شعبكم انتوا هاتوها انتوا هاتوها عشان خاطر. خلاص الحمد لله لقيناها الحمد لله. وحشتيني يا بيه. وانتي قلبي وحشتيني. ماشي يا حبيبتي. حاضر شكرا يا حبيبتي. ايه اللي خلاكي تمشي؟ ها؟ الحمد لله يا غزل. انا اصغر يا ماما مش عامل كده تاني. خلاص يا غزل. دي ماما هتتجنن عليك يا غزل وبابا يا غزل. تعال نخش يلا نشوف بابا. تعالي.